لا الزهراء مو بس المواريث المادية، عندها مواريث من قسم ثاني يسمونها المواريث المعنوية. من أصناف المواريث المعنوية إرث يسمونه الإرث المعرفي، يعني يا ريت هذا بروحه يحتاج إلى بحث مستقل، بس أنا جايب فقط من باب العينة والنماذج. من مواريثها المعرفية مصحفها المعروف بمصحف فاطمة اللي اعتمد عليه أهل البيت، وإلى الآن إمامنا قائم آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. قد ادخر هذا الميراث وادخر هذا المصحف. خلي أقرأ لك نص الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تظهر زنادقة سنة 28 و100. شوف حدد الإمام السنة اللي راح يطلعون بها، يعني حوادث راح تصير بالتاريخ في المستقبل، الإمام الصادق عليه السلام يذكرها ويحدد السنة. زين إذا يسألون الإمام من وين جايب هذا الكلام، شوف الإمام شي يقول: وذلك لأني نظرت في مصحف فاطمة. حماد بن عثمان سأل الإمام قال: قلت وما مصحف فاطمة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأرسل إليها ملكا يسلي عنها غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال لها: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي. يعني يوم اللي يجي هذا الملك وتسمعين صوته قولي لي، أنا راح أجي أقعد يمك إلي شغل وياه، فقولي لي. فأعلمته، فجعل يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا. قال ثم قال: أما إنه ليس من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما يكون. زين شوي خلنا نوقف، يعني لأنه خلاص عمي المفروض تجاوزنا هذه المرحلة، قصة مصحف فاطمة، ومثل ما يقولون البعض الشيعة عندهم قرآن ثاني، هذا عمي تحدثوا بما لا مزيد عليه وخلاص تحقق الغرض في أذهان الشيعة وفي أذهان غيرهم، أنه الشيعة ليس عندهم إلا هذا القرآن وهو ما بين الدفتين. إنما مصحف الزهراء مصحف فاطمة هذا نقل، يعني تيجي فيه أخبار، ليس إلا لا هي رسالة عملية فيها حلال وحرام، ولا هو قرآن، لأن قرآن فاطمة هو هذا القرآن. إذن هذا الكتاب شيحويه